جميع السائح اختار تأمين مناسبة المد النبوي الشريف المصادفة لتاريخ 28 سبتمبر 2023 موافق ليوم الخميس. سيتم تنفيذ مداهمة مشتركة بين مختلف المصالح الأمنية بهدف محاربة كل أشكال التجارة غير مشروعة للمفرقعات. الإحصائيات اللي كل عام رانا نشوفوها بالنسبة للخسائر المادية اللي راهي تسببها على غرار حرق المنازل وحرق السيارات والأطفال اللي راهي معليش صاحبي تدخل صافي مشات له البرقه صافي كاين كاين ديهم دروك يبدو ما جاش معاهم كاين حفاظا على السكينة العمومية وضمان لأمن مواطنينا ومع اقتراب المولد النبوي الشريف الذي يعرف زيادة في الطلب على المفرقعات والألعاب النارية بادرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم وهذا بالتنسيق مع الأمن الوطني بمستغانم ومفتشي أقسام الجمارك وهذا من أجل مكافحة الإتجار غير الشرعي للمفرقعات والألعاب النارية. هذه العملية المشتركة تم من خلالها تكثيف سدود الدوريات وتنشيط عنصر الاستعلام.